على مواقع التواصل الاجتماعي وعملت كيف ضجة كبيرة برشا برشا، فما اللي مؤيد لها فما اللي متغشش عليها. باش نمشي والقفصة باش نشوفوا حكاية الفيديو اللي ظهروا فيها مجموعة من الأهالي قرروا تكريم وحدة الإسعاف في قفصة. اخترعوا لهم معناها هكاية طريقة غريبة شوية باش يجي ويكرموهم حسنوا الحكاية هذه باش نحكيوا عليها. توا معنا بالتليفون سي محمد حسين أحمد صاحب الفكرة والتنسيق. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين. أهلا وسهلا يا خويا، كان تحكينا على المبادرة اللي صارت في قفصة وهنا نتفرجوا نحن توا على الفيديو اللي دارت. اي وقتاش صارت الحكايه ذي ساعه؟ نهار السبت الصباح. ايوه اي هبط لها شيء. اي هي مبادره من الحي هكا، حبينا نكرموا السامي تاع التعجيلي تاع قفصه بحكم الكوفيه وهالافه ذي. ايوه وحبينا نخرجوا من السلبيات ومن الواحد حبينا نعملوا تكريم. فوالا اللي عملنا تليفون طلبناهم. ايوه قبل كل شيء الناس اللي تنقد وتقول ليه تو نجيهم تو نجيهم احكي لي انت ساعه بالضبط على الحكايه. اي عملنا تليفون جو في الوقت نتاعهم. ايوه وصلوا حضرنا لهم شوي ورد وشوي وشهاده وتصفيق وتدريس. أيوة. وكراها بتزمر وجاوا في وقتهم ما وخروجي وفي الطب بالقدا حاضرين كيف حاضره بالقدا تبارك الله لي اكزاكت. برشا عبيد كيف شافت الفيديو شكوا في المصداقيه المبادره وقالوا ليه هذه مفبركه ومعموله وبالعالي وكاميرا كاشي وكل شيء. لا يا سيدي باش نجاوبوك. وقاعة تنسيق على مستوى عالي معناها الرئيس القسم المدير مشيت له حكينا في الحكاية عجباته أما شرطت عليه شرط واحد أنه العوان ما يطمع حد بي أي باش تكون الأمور تمشي صحيحة. سيدي عمل كك العملية بيضاء معناها كأنه عملية بيضاء معناها هما بيجاي يعملوا فيهم شكون هم؟ السمي مرات يعملوا لهم عملية بيضاء يجربوا يشوفوا مدى الجاهزية نتاعهم حاضرين ولا. أها. إي. كان التنسيق ناجح والعوان مش مسامعين. وكلمناهم وجوا في وقت من رجلين كل شيء. سمع كان هو. إي. وشنو تعليقك أنت على الناس اللي تقول المبادرة هذيا ما. هما ما يعرفوش الحيثيات ما يعرفوش عندهم حق. ما يعرفوش تنسيق في الاول. يولي يقول لك شنو يضيعوا في السمي وكذا كذا. انا وقع التنسيق وثم ثم كيبات حاضره غادي على ما ياتي كان توقع حاجه في اللحظات هذيك ثم شكون يعوض غادي الكيب. هي ما قعدتش معناها مده طويله الحكايه كلها جوست جاو الناس في وقتهم. انتم زادا وريتوا اللي العباد هذوما وين عيطوا لهم يجيو في الوقت يجيو يتجراو دونك خذوا جوست توقيت صغير باش خذوا هذاك البوكيت. عملنا تليفون حتى اللي كملت العمليه 15 دقيقه. 15 دقيقه فقط. 15 دقيقه ما بين التليفون هم 4 دقائق 5 دقائق وصلوا. ايوه وقع التكريم وفرحنا بهم وعملنا كلمه وفعل 15 دقيقة. هي حلوة كمبادرة بالحق معناها والناس هذوما يمكن زادة يبدوا يستناو في كلمة حلوة يستناو هكا في ريكونيسانس معناها من المواطن. فوالا فوالا خاطر هما بيدهم زادة أقرب ناس متعرضين لهال الفيروس هذايا دونك هما في الصف الأول هما معرضين للخطر برشا. إي اما انتم عملتوها حاجه وحويجه خاطر كنتوا تنجموا تهزوا بوكي دو فلور وتمشيوا لغاديكا. لا كي تولي عاديه وما يسمع بها حد. انتم حبيتوا موجودين هذوك معايا. فوالا الدليل هنا هي وصلت اللي دعات والواحد هذا الدليل. انتم فوالا انتم حبيتوا تعرفوا بال يعني تخرج بالوحده بوحده الاسعاف في قفصه دونك هو تكريم للكل راه مش كان قفصه. تكريم للكل الجمهوريه الكل يعطيهم الصحه وبارك الله وفيهم الخطر راهو شوف احنا في تونس نحكوا كان على السلبيات. اي نحكوش على الايجابيات. الحوايج السمحه ديما نحاولوا كيفاش نفوتوها. بربي سامحني كيفاش تفاعلت معاك بربي وحده الاسعاف ماذا بيا نعرفك الكاميرا كشي خاطر الناس جايين باش يخدموا على رواحهم دونك هاكم لكتين مسكنات والدنيا كيفاش شافوا الحكايه؟ هالوقت اللي هبطوا وشافوا شخص قاعد على القاعة لوتا هكا ديجا موجودة في الفيديو عملت بالطبع هذا قالت هذا توا هي طبيبة اللي جت هذا
وقف هو ديريكت وصفقنا وعطيناها الورد كل شيء تفاجئوا في لو وبعد فهمها الحكاية وبجاء جاء العرف نتاعهم اللي هو في باله بالحكاية كل زاد فهمهم قال مرأي هكا وفرحانين شو فرحانين بالجداد الجداد. يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لأهالي قفصة الكل، سلامي الكبير لأهالي القفصة، يعطيكم الصحة وشكرا على المبادرة هذه سي محمد. الله يخليك وربي يشفي ان شاء الله المرضى الكل بالكوفيد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله وربي يبقى علينا الستر الناس الكل. بارك الله فيك سي محمد. دونك كنتوا تسمعوا في سي محمد صاحب الفكره نتاع الفيديو اللي هبطت على باج اي اف ام. اهالي قفصه قروا انهم يكرموا ما هكا على معناها بالمنيغ نتاعهم وحده الاسعاف في قفصه، وكانت فرحه بالنسبه للوحده هذيا والطبيبه، وانا نشوفوا فيها الفيديو الشيخ على البادره هذيا. شكرا لاهالي قفصه، شكرا للتوينسه زيدا اللي مأمنين بالطب نتاعنا، مأمنين بالناس اللي واقفه للناس المرضى الكل. شكرا لكم من الكل. احنا مازلنا باش نتواصلوا معاكم بالطبيعه حتى النص النهار بحذا يميمه عايده جيت